أهلا بكم. أثارت جريمة قتل بشعة في العاصمة تونس راح ضحيتها فتاة في العقد الثاني من عمرها جدلا حقوقيا واجتماعيا كبيرا بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس. ويرى التونسيون أن العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام سيكون رادعا ويعد قصاصا للضحية، بينما يعده آخرون تراجعا للمكاسب الحقوقية في تونس. كان ينتظر قدومها مساء بعد انتهاء عملها، فأصبح يزورها يوميا في المقبرة. ابنته رحمة قتلت بوحشية على الطريق العام، فانقلبت حياة شهاب رأسا على عقب. يقول الرجل انه يريد العدالة لابنته. احنا بنحب الوقف والنزيف هذا، نحب طالبين الاعدام باش ما تتعاودش تتكرر كما صارت البنت وتشويت عليها. ما نحبش يكون زاده يتشوى على بنته مرة أخرى. جريمة هزت الرأي العام في تونس، وكانت على طاولة اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتفق مع رأي والد رحمة بوجوب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المدانين بجرائم قتل. من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام. بطبيعة الحال توفر له كل ظروف الدفاع عن نفسه. الجريمة أحيت سجالا تعيش تونس على واقعه هذه الأيام، انقسام حاد في المواقف بين من يطالب بتنفيذ الإعدام وبين من يراه انتكاسة حقوقية. الهدف كما قلت ماهوش الدفاع عن الضحايا، وإنما هو مراجعة كل المنظومة نتاع الحقوق اللي حققها الشعب التونسي بعد نضالات كبيرة ضد الديكتاتورية. 26 عاما مرت منذ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في تونس. صحيح أن المحاكم التونسية لا تزال تصدر هذه الأحكام، لكن التنفيذ متوقف بانتظار توقيع رئاسة الجمهورية لتنفيذها. الجدل بشأن عقوبة الإعدام في تونس ليس وليد اليوم، فمن جهة يطالب حقوقيون بإلغائها نهائيا، ومن جهة أخرى رأي عام يطالب بتنفيذها إحقاقا للعدالة وإنزالا للعقوبات. علي القاسمي، العربي، تونس. معنا من تونس فدوى ابراهيم، محامية مختصة بالقضايا الحقوقية. أهلا بك معنا. يعني عادت المطالبات من جديد لتفعيل عقوبة الإعدام في تونس بعد مقتل واغتصاب الفتاة رحمة. كيف تنظرون إلى مثل هذا الرأي؟ مساء الخير. فعلا هناك دعوة وتحريض للرأي العام في تونس لتنفيذ أحكام الإعدام ولنطق بمثل هذه الأحكام، لكن ما لا يدركه عامة الناس أنه منذ سنة 2017 تم تنقيح القانون ولم يعد الإعدام كعقوبة لمرتكبي الاغتصاب، هو فقط عقوبة يعني حسب المجلة الجنائية التونسية لجريمة القتل. وحتى في هذه الحالة يجب أن تكون الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، يعني لابد من توافر ظروف معينة أو أن تكون هناك جريمة أخرى معه كسرقة أو اقتحام منزل مسكون وما إلى ذلك. لكن الإعدام لم يعد عقوبة الاغتصاب في القانون التونسي، تم تحويل القانون منذ 2017. طيب ماذا عن عائلات الضحايا؟ كيف يمكن تحقيق العدالة هنا لهم؟ هل الإعدام وقتل يعني أن تقوم الدولة بممارسة القتل المشروع هل هو كفيل بتحقيق العدالة؟ في الواقع أشك في ذلك. هو فقط يعني إجابة للرغبة في الانتقام أو في الرغبة في التشفي، لكن هل تنفيذ حكم الإعدام سيجبر خاطر عائلات الضحايا أو سيصلح شيئا ما؟ خاصة وأننا هنا نحكي على عدالة، يعني عدالة البشر ليست عدالة السماء. فمن يضمن لنا أن لا يقع بريء تحت طائلة هذا الحكم، خاصة أنه بعد التنفيذ ليس هناك أي مجال يعني لتلافي الأمر. طيب برأيك هل المشكلة تقع على عاتق القوانين المفعلة أم أن هناك يعني خلل حقيقي في المنظومة السوسيو تربوية؟
لا أعتقد أن هناك مشكلة على مستوى القانون، لكن الذي نلاحظه في تونس، وشخصيا قمت يعني العمل مع عدد كبير من الضحايا وخاصة النساء ضحايا الاغتصاب، اغتصاب جماعي واغتصاب مع عنف مع خطف مع احتجاز، وفعلا هناك مشكلة أن الضحية لا ترضى، يعني حتى عندما يكون كل الأشخاص المتورطين في الجريمة في السجن فهي تعتبر أنه لم يقع إنصافها. أعتقد أنه يجب أن تقوم الدولة بتوفير المساعدة والإحاطة النفسية للضحايا أولا، ومن ناحية القانون أعتقد أن المحاكم والقانون يعني المنظومة القانونية التونسية، يعني إحنا في تونس يكون عندنا نصوص تتعلق بكل الوضعيات، والقضاء يعني يحاول أن يوفر المحاكمة العادلة. يعني في تونس حتى إن لم يستطع المتهم توفير محامي، هناك منظومة قانونية تقوم بتوفير محامي لأنه إجباري، وهناك التدرج في التقاضي. يعني في تونس عنده بحث البداية، تحقيق، نيابة تحقيق، محكمة بدائية، استئناف، تعقيب، يعني وعادة هذا النوع من القضايا يتم يعني استنفاذ كل طرق الطعن القانونية. يعني لا أعتقد أن الخلل في المنظومة القانونية. طيب سيدة فدوى، يعني دعيني أذكر لك بعض الإحصائيات الصادرة عن الطب الشرعي في مستشفى شار نيكول في العاصمة التونسية، يقول بأن هناك 800 حالة اغتصاب سنويا، 65% من الضحايا هم أطفال. يعني كيف يمكن تفسير هذه الأرقام؟ أعتقد أنها أزمة يعني المجتمع بصفة عامة، يعني أزمة اقتصادية انعكست على الأزمة الاجتماعية. عدد كبير من مرتكبي مثل هذه الجرائم قاموا بارتكابها تحت تأثير الأقراص المخدرة، يعني هذا موضوع آخر في تونس يعني عويص جدا، يعني انتشار استهلاك هذه المخدرات وهذه العقاقير الطبية بين أوساط الشباب يعني بدرجة كبيرة. تجد أحيانا جرائم وقع ارتكابها بطريقة بشعة ووحشية جدا، ويعني اغتصاب جماعي، اغتصاب مع العنف الشديد، مع تهديد. لا ادري ان يعني وقعت في تونس في فتره الحجر الصحي يعني جرائم اغتصاب فظيعه. اعتقد ان هذا هو التفسير. يعني وفي الواقع هناك عدد كبير من الضحايا لا يلجؤون للتشكي ولا يلجؤون للقضاء. نعم، طيب يعني العدد هو فعلا اكبر من صحيح. من هذه الارقام. صحيح. طيب من وجهه نظر حقوقيه، ما الحلول المطروحه للحد من تفشي وارتفاع منسوب الجريمه؟ الأكيد أنه ليس الأعدام وليس الحكم بالأعدام، بالعكس هناك من يرى أنه لما يكون الأعدام هو عقوبة المغتصب بعد ارتكاب فعل الاغتصاب، وعندما يحس بفداعة ما أقدم عليه، يعني غالبا ما يفكر في قتل الضحية وإخماد أنفاسها كي لا يبقى هناك أثر أو شاهد على الجرم الذي ارتكبه. يعني شخصيا أعتقد أن الحل هو أن ترجع المدرسة للدور الذي كانت تقوم به. يعني هناك في تونس عدد كبير من الشباب المنقطعين كل سنة عن التعليم، وهم يعني الأشخاص الذين يقومون بارتكاب، يعني هي النسبة المرتفعة لارتكاب الجرائم. أعتقد أننا لا نستطيع أن نلجأ للأعدام واعتباره سيكون ردعا في ظل استقالة المدرسة، استقالة المجتمع، استقالة الدولة. يعني الأعدام يمكن إذا اخترنا أن نغمض عيننا على الأسباب الحقيقية. نعم، فدوى إبراهيم محامية متخصصة بالقضايا الحقوقية، شكرا لك. إذا مشاهدينا سنعود إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر في برنامج شبابيك، أما الآن أعود بكم إلى الزميل وائل لاستكمال نشرة الظهيرة. شكرا رانيا. شكرا.